احنا ضمن التاكد لنا من شروط التاكد بالسرعه الدورانيه للمحرك، لانه ربما في بعض انواع المضخات النفط تكون فاريبل سبيد. لما تكون فاريبل سبيد فلازم احنا بالستارت اب نشتغل على النومينال ار بي ام الخاصه بالميكانيكال سيستم. فبالنتيجه يقول لك don't run the equipment dry while checking motor rotation. اثناء فحص السرعه الدورانيه للمحرك موجود. لا تجب لا لا يجب ان لا يعمل، اي بمعنى ان افحص المحرك قبل ما اسوي coupling engagement ربط الكوبلنس او الوصله بين افحص المحرك ثم اربط. قد ايضا الربط وفحص الدوران ينقل لي شحنه كهربائيه من خلال الشفت ستاتيك تشارج ويسوي لي لسعه بمن بالميكانيكال سيستم. اي عمل كهربائي يقوم بفحص الموتور مع المضخه لازم احط افتح براغم، ما افتح افتح براغم كوبلنج واحط عازل مطاط بين اذا اكو امكانيه، اذا كان النوع الفيصل او اعرفه. الافضل التأريف، تأريف الشفت منطقه الكوبلنج اللي هي الوصله الرابطه من المحرك الى داخل المضخه. يجب ان اامن، احنا دائما عندما نقول لهم واحد من الشغلات من عندي جزء بيبول بالغات ما يصير احط وجه الحميل، ما يصير دامج تمام، لانه يضرب عندي البولبرن بالشوف. عندك البولبرن اذا كان بول فعندك نقطه تماس مع الرنج، الكره ماسه بنقطه هاي هاي كونسنتريشن لود، فصير اول نقطه يصير بيس باك. طب انت عندك هنا انا بدي كان كرسين، ايضا عندك الحرب، عندك بيرنجات وعندك ميكانيكال كرسين، اذا ممكن تكون جدحه وصير عندك انصهار معدن وصار عندك في الندبه في الجزء الدوار شخط لك في الفيس كله. اذا عمليه العمل يجب ان اتاكد اقرف او اعزل اذا كان عمل كهربائي قد يترتب عليه نقل شحنه من المحرك، خصوصا المحركات الكهربائيه اللي تشتغل على بها كاباسيتورز عاليه. زين فور الستارت اب كرنت هاي 100% راح يسبب لنا مشاكل في يعني احتماليه قويه، مو 100% بس احتماليه عاليه ان تنقل شحنه.